ازاي تعمل السلالم على برنامج اوتوكاد ستراكشر ديتيلينج، ده اللي هتعلمه ان شاء الله النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في الدرس السادس من دروس اوتوكاد ستراكشر ديتيلينج. درس النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم السلم. السلم بتاعنا عباره عن 3 قلبات، هنعرف كل قلبة بشكل مفصل. كل قلبة هنعرف لها عدد الدرج بتاعها وارتفاع الدرجة وسمك البلاطة وكل الكلام ده. بعد كده هنعمل لها insert عن طريق اننا نختار الروتيشن انجل او نعرف الروتيشن انجل ونضغط insert. طبعا الروتيشن انجل دي بتيجي بالتجربة، تقدر انت تضغط insert plus rotate بدل insert وتختار نقطة، بعد كده تختار الزاوية بتاعتك بحيث يديك الشكل اللي انت عايزه. بعد كده لازم طبعا تربط السلم ده او القلبه دي بالابر ليفل او اللور ليفل وتديها اوفست معين. لو احنا بصينا مع بعض كده، القلبه الاولانيه هنربطها باللور ليفل وبالتالي الاوفست بتاعها هيبقى 990 بلس 600 يبقى 1590. بالنسبه للقلبه الثانيه هنربطها بالابر ليفل وبالتالي الاوفست بتاعها هيبقى 990. القلبة التالتة هنربطها هي كمان بالأبر ليفل وبالتالي الأوفس بتاعها هيبقى زيرو. فيلا بينا ندخل في التفاصيل وإن شاء الله كل حاجة توضح وإحنا شغالين. تعال الأول قبل ما نبتدي في عمل السلالم، تعال نعمل الكاميرات جروب. هنختار كل الكاميرات اللي على أكس واحد ونعملهم جروب. هنضغط على جروب، هيطلب مني اختار الاليمنتس، اختار الكامرتين دول، بعد كده اضغط انتر، اسميهم بيمز اون جريد 1 ليفل بلس 33، انتر. بعد كده نضغط انتر تاني عشان نقارن نفس الامر، نختار الكاميرا دي وبعدين الكاميرا دي، انتر بيمز اون جريد 9 ليفل بلس 33. ممكن نختار الكلام ده كده، نعلم عليه، رايت كليك، كوبي، انتر، نضغط انتر تاني، نختار الكاميرات اللي على اكس ايه، انتر، نيجي هنا رايت كليك بيست، نشيل التسعة دي نخليها ايه، انتر، انتر تاني، نختار الكاميرا دي ودي، كل الكاميرات اللي على اكس دي، انتر، نيجي هنا رايت كليك بيست، نشيل التسعة نكتب دي، انتر. كده عملنا كل الكاميرات اللي على اكس واحد جروب مع بعض، كنترول اس. لو انت جيت هنا على التاب بوزيشنز هتلاقي الجروبس اللي انت عملتها. نرجع تاني للموديل، نيجي هنا رايت كليك كولابس تري. كده عندنا الجراوند فلور وادي الجروبس. الجراوند فلور كل العناصر اللي احنا رسمناها، عندنا الاعمده والسلابس والكاميرات البيمز، وهنا الجروبس اللي احنا عملناها. تعال بقى نعمل السلم بتاعنا. هنضغط على ستير ونختار هنا سيمبل فلايت 140. السلم بتاعنا هيكون حاجة شبه ده. تعال الأول ندخل على فيرتيكال ديفينيشن، نختار هنا التوب ستوري والأوفست نخليه ناقص 990. نرجع تاني للسيكشن، نختار هنا اللور ليفت والزاوية هنا نخليها 180. بعد كده ندخل هنا create new name middle flight 180. أول حاجة هنا عندنا عرض الدرجة 300، سمك البلاطة 180، ارتفاع الدرج كله 165، عرض السلم 1510، عرض البسطة 1510، السمك بتاع البسطة 180، هنا كمان 1510، 180. هنضغط اوكي، كلوز،
بعد كده نضغط انسيرت ونختار النقطة دي كده انتر، ونضغط تاني على العلامة دي create new upper flight 180، عدد الدرج 6 بدل 7، المسافة دي هنخليها 0 ودي كمان 0، سمك البلاطة هنا 220، اوكي كلوز، نخلي الزاوية ناقص 90، ندخل على vertical definition نخلي الاوفست 0، insert نختار النقطة دي كده انتر، نخلي الزاوية هنا 90 بدل ناقص 90، ندخل على vertical definition نختار هنا البوتوم ستوري ونخلي الاوفست 1590، نرجع تاني على التاب سيكشن نضغط على العلامة دي create new النيم لور فلايت 180، نخلي التخانة هنا 250 وهنا تبقى 180، اوكي كلوز، هنضغط انسيرت ونختار النقطة دي انتر كلوز، دبل كليك على السكرول كده رسمنا السلم بتاعنا. تعال نشوفه في 3D والفرونت والليفت، هنختار هنا SW Isometric ده السلم في 3D. تعال بعد كده نشوفه في الفرونت، فرونت السلم بتاعك بالشكل ده مظبوط 100%. ممكن كمان نشوفه في الرايت او الليفت، السلم طالع بالشكل ده مفيش اي مشاكل زي الفل. نرجع تاني للتوب، هنضغط Ctrl S وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.